شريف الوسيمي، من موسيقى عرض المنتمي، اخراج مهدي انور، استاذ دريد لحام. طبعا فيلم مهم وبيحكي تاريخ كبير، رجل ذو اهميه عظيمه يعني، ولازم نكون على قدر المسؤوليه، نتمنى نكون حققنا ده. الموسيقى طبعا فيها روح، الفيلم اتصور في لبنان، في سوريا وفي مصر وكده، فالموسيقى واخده روح دراميه، فيها من سوريا وفيها من مصر، فنتمنى تكون حاجه لطيفه وتعجب الناس ان شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق يا رب دايما. أهلا بيكم، ميرسي لكل الناس الموجودة. النهاردة احنا بنعرض فيلم المنتمي من سلسلة كلاسيكيات انتاج هشام سليم وماجيكا هاوس، واخراجي بعد اذنكم يعني. طبعا هو عن المنتمي، عن الفنان القدير دريد لحام واللي بيشرفنا النهاردة. اهلا وسهلا بيك. والمفاجأة اللي هتظهر في الفيلم السيدة هيلة مراته وقصة الحب العظيمة اللي هنشوفها. وأول عرض إعلامي ليه كان في مهرجان اسكندرية، وعايزة أتوجه بشكر الاثنين جدا، أستاذ خالد جلال ودكتور أحمد عوض، إن هما أقل من يومين نظموا العرض ده علشان نعرضه في القاهرة وفي الأوبرا على مسرح الهناجر. بشكركم جدا جدا، بشكر بتاع الاعداد، ممكن الفيلم يعجبكم. مساء الخير. اسمحوا لي قبل ما نرحب بضيفنا الكبير ومخرجة فيلم النهاردة وبالمركز القومي للسينما أيضا استضاف هذا الفيلم الجميل النهاردة، أني بس أعتذر لكم عن العطل اللي وقع في النص، لكن هو عطل تقني من جهاز عرض يعني. الحمد لله ما أفسدش علينا متعة الاستمتاع ولا متعة وجود شخص كلنا بنحبه وبنعشقه، وقاعد أنا بقالي ساعتين بحاول أقنعه أن يوقع بقدمه على خشبة المسرح القومي المصري وينورنا في مصر بإذن الله. نجمنا الكبير أستاذ دريد لحام، اسمحوا لي أدعو المخرج الأستاذ أحمد عوض رئيس المركز القومي للسينما للصعود على خشبة المسرح، وأدعو أيضا مخرجة فيلم اليوم ماجي أنور للطلوع على خشبة المسرح، واسمحوا لي يعني نقدم شهادة تقدير وتكريم، وهي طبعا أقل بكثير من هذا التاريخ العظيم اللي احنا بنفخر انه موجود ما بيننا النهاردة، أستاذنا الكبير أستاذ دريد لحام. اسمحوا لي أقدم له شهادة تقدير وتكريم من قطاع الإنتاج الثقافي والمركز القومي للسينما عن يعني تشريفنا بوجوده النهارده مع فيلم اللي أنتجته ماجي أنور وأخرجته مع الأستاذ هشام سليم، واستضافه للمركز القومي للسينما على خشبة مسرح الهناجر النهارده. اسمح لنا يا أستاذ نكرمك هنا، أو تكرمنا بقبولك هذا التكريم.
تنساش المعيد. لازم كل واحد يجيب ميكروفون ولا بيرس. هي شكر كتير كبير. نعتذر بالبداية عن التأخير. نعتذر عن الخلل التقني. وجه الشكر الجزيل للأخ الجلال الأستاذ أحمد وعلى كمان لماجي. أنا ما كانش ممكن يخطر لي أن أعمل فيلم عن حالي، لكن اللي أقنعني حماس ماجي. ماجي اتصلت فيي على سوريا وقال ممكن نعمل هيك وأجي لك سوريا. أنا قلت لها ممكن، بس أنا عارف إنه مش هيحصل، بس قلت برتاح إلا ممكن أحسن من الجدل، على أساس بعرف إنه مش ممكن تحضر، لأنه أي حدا تقول له تروح سوريا بيقول لك لا خطر. ولا يوم من الأيام اتصل التليفون قال أنا ماجي صرت في دمشق. أنا خلاص اتحاصر، وكنت زي الطفل بين إيدين ماجي، مش لأنها بنت حلوة وأمورة، بس لأني عارفة شديدة لي، وعرفت بحوارها معي تطلع مني اللي هي بتريده مش اللي أنا بريده. شكراً كثير، ضيعناكم كلكم. لا مصر الحبيبة، مصر العزيزة، يا دار الأوفى دار تلبقلك الأشعار وتبقي عالدايم مضوية ومزروعة مجد وغار، عالبرج العالي وقفوا الخيالي سيوف تلالي وشمسك ما تغي لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيبي. تبقي تتجلالي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيبي. شكرا لكم. عشتم تحوى مصر وتحوى سوريا. ميجي ألف مبروك على المنتمي، وألف مبروك على عرض أول في مهرجان اسكندرية، وألف مبروك على عرضه هنا في القاهرة وحضور الكبير. وأستاذ دريد، كلمينا شوية عن تجربتك مع الفيلم وسفرك سوريا. التجربة كلمت أستاذ دريد واتفقت معاه، قال لي أوكي، مكنتش متوقع أن أنا أسافر سوريا لما سافرت. طبعا كان في شوية مخاطر، ده طبيعي البلد فيها حد، بس الناس كانوا more than welcome. وقفت على الحدود ما بين سوريا وما بين لبنان، دي كانت من المواقف، والمدير التصوير اتقبض عليه مرة، عشان كده في عندنا بعض الحاجات اللي فيها صوت مش مظبوط بسبب الموقف ده. ونسيت ان انا رايحة بلد حرب، فنسيت اخد معي فلوس وعمل حسابي ان انا هستخدم الفيزا كارد، فكانت اول دي كارثة في ان انا هاكل واشرب وانام ازاي. بس وبعدين في حد كان خد الماتيريال بتاعت الفيلم بعد ما رجعت وتسومت عليها ورجعتها لحد ما منتجته وخلصته وطلع الفيلم. ألف مبروك. طب كلمينا انطباع أستاذ دريد بعد ما شاف الفيلم. ما انت شفته بقى جوه في اسكندرية وهنا، انطباعه كان ايه؟ هو انا افضل حاجة سمعتها ألف مبروك يا ماجي، ورب دايما بالتوفيق، ونشوف فيلمك الجميل إن شاء الله قريب، إن شاء الله. وبالتوفيق دايما.